مشاهدينا الكرام، للتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والباحث السياسي السيد حسين العليان. اهلا بكم سيد حسين. بدايه، انباء عن تحذير من تحالف سائرون لعبد المهدي من حضور البرلمان دون تغيير اسماء الوزراء الثمانيه. في ظل هذه التهديدات، هل تعتقد ان الحكومه لديها اختيار فعلي باختيار الوزراء الثمانيه؟ الحقيقه قبل الحديث عن الوزراء الثمانيه، يعني يرجع لتشكيل حكومة عبد المهدي، يعني هي قد تكون أضعف حكومة، أو كلما ابتعدنا عن أو كلما تقادم الزمن في العملية السياسية كلما أنتجت أوضاع أكثر هزالة وأكثر ضعفا. يعني في مرحلة ما قبل العبادي والعبادي على الأقل كنا في حالة صراع، وكانت أقطاب سياسية مباشرة تتصارع. اليوم الأقطاب السياسية بسبب كراهية الشارع كفت يدها وقدمت وجوه جديدة تؤدي نفس الدور لحساب الوجوه القديمة. فأنا أعتقد أن حكومة عبد المهدي يعني ستكون أضعف حكومة تشكل، وستصل بالعملية السياسية إلى أكثر ركاكة إلى أن تصل إلى كما ذكرنا دائما إلى أن تصل إلى الحائط المسدود. هناك حديث عن صراع شديد على وزارتي الدفاع والداخلية. طبعا هناك تهديدات أيضا وضغوط تمارس على عادل عبد المهدي من أجل الرضوخ لهذه الضغوط وهذه الأحزاب أو الجهات. ما توقعاتك لمصير هذه الحقائب أو الحقيبتين؟ يعني هو سيفوز بها الأكثر نفوذا والأكثر مالا، لأنه هذه الحقائب بالأخير تباع وتشترى بين أقطاب العملية السياسية. ثم هناك عامل حاسم في هذا الموضوع، يعني توافق الأمريكي الإيراني على وزير الدفاع ووزير الداخلية. ما لم توافق إيران والولايات المتحدة على يعني شخصية الوزير فلن يكون هناك وزير، لكن بيسمحوا لهم يتقاسموا النفوذ في نفس الشلة أو نفس يعني النخبة شريطة أن يتواءم مع توجهات الولايات المتحدة وإيران. يعني هذا الأمر واضح. بس أنا اللي حبيت أقوله أنه الكتل السياسية بسبب حنق الشارع وغضب الشارع تراجعت تكتيكيا إلى الوراء، وحاولت أن تمسك خيوط اللعبة عبر وجوه يعني وجوه، لا أريد أن أقول كالحة، وجوه غير فاعلة، وجوه غير مؤثرة، يعني صورة بدون صوت بدون فعل، الفعل لهوامير الكتل والفساد التي تمسك. سيد حسين عفوا، لدي سؤال، يعني بخصوص قضية الاتفاقات الأمريكية الإيرانية أو التوافقات التي تأتي بالوزراء أو بمن يتسلم المنصب، يعني من يوجد في الحكومة في العراق خارج عن الإرادة الأمريكية أو الإرادة الإيرانية؟ من لديه القدرة للبقاء أو الصمود وهو خارج هاتين الإرادتين في العملية السياسية؟ إذن لماذا نجد صعوبة أو يتجد هذه السلطة صعوبة في إيجاد شخصيات في أي منصب إذا كانت كلها تابعة لإرادة أمريكية أو إرادة إيرانية؟ ولذلك قلنا أن العراق اليوم مستباح الإرادة، مستباح الثروات، ولا يمكن أن يستقر في ظل هذا الوضع. لا يمكن للعراق أن يبنى في ظل هذا الوضع، لا يمكن للعراق أن يكافح الفساد في ظل هذا الوضع. المسألة تحتاج إلى توازن داخلي قوي، يعني يستطيع أن ينتزع بإرادة العراقيين سيادتهم وقرارهم المستقل، وهذا موضوع شائك ومعقد طويل، يعني يحتاج إلى جدل واسع في هذا الاتجاه. أنا أعتقد أنه يعني العملية السياسية عقيمة، وكل يوم يزداد الشارع العراقي يعني قناعة بعقمها، وكل يوم تزداد النخب التي أنتجت العملية السياسية، كانت نخب سياسية أو اجتماعية أو دينية، كل يوم تزداد سقوط من وجهة نظر الشارع في العراق. سيد حسين، لدي سؤال طبعا يطرح حول حقيقة هذا الصراع الموجود. هل فعلا يوجد صراع أمريكي إيراني في العراق؟ هل يمكن القول أن إيران يعني ظاهرا انتصرت على الولايات المتحدة ببقاء حلفائها، ببقاء أدواتها في العملية السياسية، تسلمهم للحكومة، أصحاب ولاء إيراني مطلق؟ وشوف، يعني من ينكر الصراع خطأ أن ينكر أن هناك صراع.
وخطأ أن تنكر أن هناك تخادم مصالح، يعني هناك صراع ووفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية، لأن المسألة مسألة مصالح، كل يبحث عن مصالحه. الإيرانيون بخلاف العرب، الإيرانيون يعني يقيمون مع الولايات المتحدة الأمريكية تناقض وتحالف في آن واحد، يعني يعرفون متى يثيرون المشكلات ليحصلوا على مكاسب، بخلافنا نحن يعني نظامنا العربي الذي وقع لأمريكا ظالمة ومظلومة، يعني ما عندوش مشكلة في التبعية للولايات المتحدة. اليوم إيران ترى أن الولايات المتحدة تترنح، وبالتالي تود أن تحصل أكبر قدر ممكن من المكاسب سواء في العراق أو غير العراق. واليوم إيران ترى نفسها جزء من محور مهم في عالم جديد يتشكل، وبالتالي لها يعني هذا يضفي على العقل السياسي في إيران رغبة في مزيد من الهيمنة، رغبة في مزيد من النفوذ السياسي. وهذا منطق الأشياء ومنطق السياسة. أنا أشكرك سيد حسين العليان الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان.